مرحبا يا رفاق، كيف الحال؟ اليوم سنتابع نشاط اللون البرتقالي، هل أنتم مستعدون؟ انظروا ماذا لدينا هنا. ما هذا؟ هذا كوب، وهذا لوح، هذا لوح، هذه ورقة، وما هذا هنا؟ هذا كتاب، وهذه طابة. تقول التعليمة: أضغط على ما لونه برتقالي. لنبدأ مع هذا الكوب. انظروا جيدا، هل هذا الكوب باللون البرتقالي؟ لنرى. أجل، هذا الكوب باللون البرتقالي. وهذا اللوح، هل هو باللون البرتقالي؟ لنرى. هذا اللوح ليس باللون البرتقالي. الإجابة غير صحيحة. حصلنا على وجه عابس. لننتقل إلى الورقة. هل هذه الورقة لونها برتقالي؟ لنرى. أحسنتم، هذه الورقة لونها برتقالي. الإجابة صحيحة. حصلنا على وجه داحق. لنرى الكتاب. برأيكم هل هو باللون البرتقالي؟ لنضغط عليه. أجل، هذا الكتاب لونه برتقالي. لننتقل إلى الطابة. هل هي باللون البرتقالي؟ لنرى. فكر جيدا. أبدا، هذه الطابة ليست باللون البرتقالي. الآن دوركم. ستشيرون بإصبعكم على ما هو برتقالي. أحسنتم، هذا الكوب لونه برتقالي. ممتاز. جيد جدا، هذه الورقة أيضا باللون البرتقالي. عظيم، هذا الكتاب لونه برتقالي. إذن ما هو لون هذه الأغراض؟ برتقالي. جيد جدا. الآن انتبهوا واسمعوا جيدا. سنأخذ قسيمة المحور الأول، أرنوب في الصف، من كتاب عقود الحروف. سنفتح القسيمة على صفحة 10. انظروا ماذا لدينا هنا؟ جيد، لدينا جزرة. وهل لون الجزرة يكون برتقالي؟ نعم. وهنا، هل وضعنا جزرة باللون البرتقالي؟ أبدا. انظروا ماذا سنفعل كي نحصل على جزرة باللون البرتقالي. لنقرأ التعليمة: أجعد أوراقا برتقالية وألصقها داخل الجزرة. هنا، إذا كان لدينا أوراقا برتقالية سألصقها داخل الجزرة، وإذا لم يكن لدينا أوراقا برتقاليا سآخذ قلم التلوين البرتقالي وألون الجزرة. ألون تلوينا جميلا، لا أترك فسحة بيضاء ولا ألون هنا خارج الخط الأسود. ألون دائما على الجزرة. هل ألون أوراق الجزرة؟ أبداً، أوراق الجزرة ليست باللون البرتقالي. والآن هيا إلى العمل، وأنا سأقول لكم إلى اللقاء.